صح فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفيه. ردوا بالكم سيزون 2، ردوا بالكم نطلع عليكم يوميا عبر قناه البلاد في نفس الوقت ودائما بحكايه جديده. الحكايه تاع اليوم الحاج جاب الحاجه ديالو باش يديرها اون كاميرا كاشي في ردوا بالكم سيزون 2. الحاجه راهي قاعده مع البيبليك سوا ديزون، جات تشوف ليميسيون اللي راه معروض فيها الحاج ديالها بيان سور، ولكن اما حين يصراو امورات اللي يخليو الحاجه تغير بيان سور وترياجي. جينجل ونعدو نولو. مشاهدينا الكرام اينما كنتم على سلامتكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم الاجتماعيه ملاقات خير. هذه الحصه اللي نلاقيو بين الحاضر والغايب، بين القريب والبعيد، اللي عنده نزاع مع صاحبه، اللي عنده واحد فاميلته وحب يشوفه وحب يحل معه مشكل، هنا نحلوها في هذه الميسيون. بدون اطاله نديرو جينجل ونعاودو نولو لكم. نعاود نقولوا مجددا، وانا بيرسونيلمون راني فرحان باسكو كاين طرف كان يعاني من فقد كيما نقولوا فقدوا لوغ بابا، كانوا يعانيوا كيما نقولوا الحقره، باسكو جينيرالمون واحد اللي يكون يتيم، وانا كوني كيما نقولوا يتيم تفكرت بابا ربي يرحمه. ثاني لما تذكر بابا الله يرحمه بدا يبكي وما قدرش يواصل الحس. الحكايه تاع اليوم بانت لي شويه كومبليكي، لانه راهي حكايه قديمه منذ 1987. الحكايه هذه تخص شابين زوج، ان جون والاخت ديالو، يتفضلوا معنا باش نكتشفوا الحكايه هذه. دونك سي سي البشير، سي البشير، سي البشير و مادموزيل سيهام. نعم مشاهدينا، الحكايه تاع هاد الشابين اللي حاضرين معنا بون بدات اون 1987. الاب ديالهم سي شبوب مصطفى في عمره دوك حاليا سيلون الحسابات اللي درناهم يكون حوالي 53 حتى 56 سنه، متزوج مع السيده حنفيه خليفي في ولايه بلعباس. هذه الحكايه صارت في ولايه بلعباس، وهذا الزواج كان زواج عرفي، حاب يقول بالفتحه بدون عقد مدان. هذا الزواج اثمر على زوج ابناء، طفل وطفله اللي راهم حاضرين معنا حنايا، سي البشير والاخت سهام. بعدها سي مصطفى قرر يغادر ولايه بلعباس على حسب المعلومات اللي كانوا عندهم هذاك الوقت، وراح مازالش بان الى غايه اليوم ان شاء الله راح يبان، راه حاضر معنا في البلاطو ان شاء الله. اليوم تشوفوا لو بابا تاعكم ان شاء الله. حبينا بابانا يعقد علينا معنا ويكتب لنا على اسمه. دونك بدون اطاله نستقبلوا بعض لحظات بعد الجينجل سي شبوب مصطفى اللي راه حاضر معنا ان شاء الله. جينجل ونواصل. بغيت انتم تخرجوا يجي هو نسلم معاه بعد نقابلوكم ونخرجوا بحال ان شاء الله. سي بون؟ نعم. او هنا داكور، ربي يحفظكم خالتي. نستقبلوا سي شبوب مصطفى، راه حاضر معنا في البلاطو تحت تصفيقاتكم بيان سور. السلام عليكم. تفضل لي. واش راك سافا؟ سافا. بس علي بيان؟ لاباس؟ بس بخير. الحمد لله. سي شبوب مصطفى، عباك لو برانسيب تاع ليميسيون ديالنا، بوبليك سيل فو بلي الله يرضى عليكم. عباك لو برانسيب تاع ليميسيون ديالنا، ليميسيون تاعنا، يعرضك شخص، في ميزك شكون اللي يقدر يعرضك؟ حاب يقابلك وقيني لي. نعطيك انا انديس، هاد ليستوار قديمه صارت في لي زاني 80. صاروا ما تاع لوان جو بي با مسوبنير. معليش نعطيك انديس واحد اخر. ولايه بلعباس. ايه ولدي من بعد رجعني. فكرت؟
دونك اللي راه حاب يقابلك في البلاطو هذا تاع نور زوج ولادك راهم هنا في البلاطو. شكون هادي؟ اذا بدون اطاله نستقبلوا الشابين. اتفضل اخ البشير. معليش تفضلوا معنا اخ بشير. الاخ البشير الاخت سهام تفضلوا معنا. تفضلوا ريحوا 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 ريحوا. شكون انت الزوجه تاعو؟ تفضلي مدام تفضلي معنا تفضلي معنا وصور ما كاش مشكل. لا ريجي سيل فو بلي جيبوا لنا صور لا شيز المراه والميكرو ايكيبيوها. اوكي ميرسي. تفضلي مدام. مشاهدينا كما شفتوا الحكايه تاع اليوم كما قلت لكم في الديبو كومبليكي اي با ايفيكتيفمون صح رانا كيما نقولوا زاد تعقدت الامور كوم بارازار لو مسيو جاب معاه البلاطو الزوجه تاعو وماهيش سامعه بالحكايه مدام. نعم. شحال عندك زواج مع مسيو شبو مصطفى؟ يعني من 89 و 89 ما سمعتش كاع باللي عنده ولاد وباللي كان مزوج. ما سمعتش على بالي باللي خدم في سيدي بلعباس بصح ما على باليش القضيه هذه ما على باليش. اليوم راني تفاجات راني عند الله يبارك راجل ومراه ولاد الله يبارك دونك الله يبارك الله يحفظهم لهم. انا قبل ما ندخلوا الحصه نعم. واش راهم طالبين هاد الولاد؟ راهم طالبين باش يجي سي مصطفى شبوب. نعم سي مصطفى شبوب يعقد عليه يماه لانه كان مزوج زواج عرفي والدراري هادو يجوا يعيشوا معكم. يجوا يعيشوا معكم احنا ماشيين تاع مشاكل صافي هنا حياتنا كامله من 89 لدركا لحد الان 1918 ما كانت 29 سنه مدام ما كانت لكش كاع فرصه باش يصرحك. ها صح ما كانت لكش كاع ما كانت كاع ما تحت لكش الفرصه. النهار هذا باللي يجوا يا ربي يكشف ويكشفوني مدام. لا معليش انا بابانا هذا هذا بابا ولادي باباهم هما سي با مون بروبليم. انا غاضتني صراحة اللي ما كانش بين الزوج والزوجه صح. ها وراهي صراحه وراهي ثقه ما كانش اللي ما يغلطش الا ربي سبحانه. يغلط تغلط يغلط انسان يغلط يغلط ويتفكر في عامين في ثلاث سنين في اربع سنين في خمس سنين ماشي حتى يولوا دراري في عمر في 20 سنه. مدام راكي كيفاش تكملي تعيشي معاه من بعد 29 سنه الزواج؟ ما نعرفش والله خبي عليك ان تريك كيما هذا كيما نقولوا حكايه كيما هذه دونك انا بوغ مو شغل الواحد اللي يخبي يقدر يكتم سر 29 سنه على الزوجه تاعو يقدر يدير كلش اللي هي الشخص اللي كيما نقولوا لو بلي بروش ليه في حياته يقدر يخبي عليه 29 سنه استوار كيما هذه الله يبارك راجل راجل وهذه راهي مراه. مدام تقدري تعيشي معي هذه ماشي سهله ماشي حاجه سهله ما نقدرش نكمل. ما حنا ما نسيتكمش انا باش نقول لكم لابروب اللي ما نسيتكمش عندي دو ليونس انا قدام البيبليك وقدام قدام الحصه انا ما نسحقك ما نسحق لا ليونس تاعك ما نسحق والو من عندك. ما نسحق والو من عندك حتى ولادك راهم كبروا. ولادي كبروا هاي البنت تزوجت والولد راه عنده 22 سنه. انا ما نقدرش نمثل على نفسي اش في سلسله. ماذا حبيت نسقسيك اسكو تقبلي سي شبو مصطفى اللي هو الزوج تاعك وبابات هاد الابناء اللي محاضرين معنا يعقد على امه لانه الزواج اللي كان اللي جمع بين سي شبو مصطفى والام ديالهم
هو عقد عرفي كما يقولوا بالفاتحة. كيف انا نقبل باش يكتبهم يسوي لهم الاوراق تاعهم. نقبل باش يسوي لهم الاوراق بصح باش انا باش نولي كيما كنت معاه امبوسيبل. وعلاش بصح امبوسيبل؟ كيفاش هذه تسمى خديعه؟ هذه تسمى خديعه الصراحه. كاع ما كانت بيناتنا الدار اللي كانوا عايشين فيها دار جدهم هاكي معايا تاع الويراثه. الدار تباعت دوكا راهم تشردين راهم كارين في كيما نقولوا كاريان مازالت لهم دومو ماذا بهم يجوا يعيشوا معاكم في الدار؟ راكم كارين هو الام قبل البير خادم انا هذه ما نقبلهاش. روح يكري لهم ولا شوفيني يدبر لهم يليق الوقت مسيو شبوك اسكو انت مازال عندك عواطف من جهه حنفيه؟ شويه شي معلوم كيما قالوا كانت 10 سي تو تافي نورمال. 10 سي تو تافي نورمال. العشرة بينك وبين هذه حنفيه دامت اربع سنين اللي هذا الزواج اثمر على زوج الله يبارك الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. معليش مشيت ربع مدى بيا سي شبوب مصطفى تخسر هيك في الكاميرا وقول يا ولادي راني واجد باش نعقد على الام تاعكم ونجيبكم تعيشوا معايا هيك في الكاميرا قدام 40 مليون جزائري. يا ولدي نعاهدكم قدام 40 مليون جزائري ناقد على يماكم نجي ناقد على يماكم وجود عيشوا معايا ونسويكم الوضعية تاعكم وتولوا بكوارتكم إن شاء الله وجود عيشوا معايا وانت يا بنتي تخرجي من الدار بإذن الله. عندها انا لا اسمح لك ربي انا ان الله غفور رحيم ما يعطينيش قلبي باش نخليهم براكم. معليش من وقتاش يتم العقد ان شاء الله؟ نشوف في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله وقتاش؟ لا سيمان بروشان ان شاء الله باذن الله. باذن الله السمانه الجايه ان شاء الله نجي لك صافي عليك ما مي معنا ان شاء الله باش تسوي الوضعيه تاع اولادك وتعقد ودي بيفيه لقيت لها الحل بيفيه. انا حياتي عايشه معاك من 89 في 29 سنة 10 جاتك الحالة بعيدة جاتك ثقيلة جاتك ما عارفة كيفاه وقدرت تسطر على هذا بصح بي فيه سط الحل صح اون فوا في ليميسيون هذه تاع ملاقات الخير بي فيه لقيت لها الحل وسهلت الامور 20 سنة هما يعني سهلت لهم الامور ما عرفتش انت رد الفعل نتاع اولادك نور هدى وسيف الدين ما رد الفعل نتاعهم ما الضمير تاعك ما انبكش الضمير. انا مانيش انا سي با كونتر سي با كونتر انا هادو الاولاد ماهوش لا فوت تاعهم ماهوش الذنب تاعهم هما على رقبتك. ولادي نسمح فيهم هما ما عندهمش ماشي هما الذنب تاعهم. انا مانيش نلوم في الاطفال تاعك هادو في الدراري دوك راكي تلومي فيا. وي انت هو المشكل انت هو المشكل انت هو المشكل صح. قولي لي واش ندير اعطيني رايك. اعطيني رايك شوف سقسي روحك مادام قررت وهدرت قدام 40 مليون جزائري تتحمل المسؤوليه تاعك بصح ما كاينش حل واحد اخر. وري لي حل واحد اخر. وانت تقدري تعيشي معاه مادام. وري لكش انايا انا نوري لك. ايه وري لي حل واحد اخر اللي نديرو. ما وليت في 54 سنه 55 سنه نوري لك انا الحل. ايه توري لي سبحان الله. انا راك ديجا راك صدمتني انا ديجا انا راني صاي انا شوي ديشي. شبيك؟ كيفاه؟ انا كي راني يعني واقفه هكذا يا سيدي جابوكو. وانا من طبيعتي انا من طبيعتي مانيش مقلقه انا بزاف ثقيله. هو اللي مقلق بصح انا بصح حتى انا تصدمت. اسمح لي انا ما على باليش بلي راح يصير. اسمح لي كل احتراماتي اليك خليها تهدر. وكما قال لك بحكم العشره بيناتنا سي با فاسيل كثر خير باش ماشي كثر خيري هذا مكتوب ربي لقانا فهمتني هذا مكتوب ربي لقانا وكثر خيرك والحمى لديك ها وكشفك ربي باسكو قال لك دير النية وقلت في الطريق. أنا بنيتي معاك. ما تسمحينيش. ماشي حاجة سهلة باش غير هكا سمحي لي. راني سمح صاي سمح. النافق معاك. وأنا نقول لك راني سمحت لك بالك النافق. بالك تقدري تكملي تعيشي معاه نورمالمون تعيشي. بالك نعيش أنايا معاه ثاني ما نكون صريحة معاه.
اسمع شو تاع فوق القلب سبحان الله وي وا ما بلاص مادام تقدري تعيشي معاه خلاص نكري لها وحده يا سيدي ها نكري لها وحده يا ولدي انا دير دير اصلا انا ملي عرفتك مخرج. الشركه ما نحبهاش ما نحب شركه ما نحب ما نحب شريكه لا مع لا مع لا مع في 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 سلعه ولا في في تجاره ولا في مرا تشاركني في حياتي ولا بصح معليش مدام نتوما الله يبارك ويقول على حسب شهرين نعرف قال لك نقدروا نزيدوا يبنيو من الفوق عندي الخير عندي الخير ما شاء الله مدام يبني يبني لها من الفوق الخير الله يسهل عليك بك بولادك ها هم ليك انا يا تختي راسي نسوي لكم الوضعيه يا ولادي في دار واحده نسوي لكم الوضعيه ان شاء الله انا سمعت على هذه حنفيه الام تاعنا ما شاء الله ان شاء الله نجي لكم نتفاهم معها شي ما عليها انا اللوم اللوم عليه هو انا مرة ما نعرفهاش انا ما نعرفهاش الاطفال هادو ولادو انا ما ما سامحت لهم خاطيني وخاطيهم الله يحفظك سمعتني خاطيني وخاطيهم هو هو المشكل هو المشكل هو اللي دار هذا الشيء انت اللي تحمل المسؤوليه تاعو وهضره مع ربي ان شاء الله كي لقينا ربي ليه هذاك الوقت لازم تسمحي لي انت باش يسمح لي ربي ما نسمحش انايا ما نسمحش انا واش درت لي هكذا ما نسمح ماذا صح كنت صغير ذاك الوقت ما كنتش نعرف صراحي ما كانش لي وراه لي كان عندك الوقت الكافي باش تهدر ماذا سيتي هادو هما الرجال ماذا ما راني معاك قالك الرجال قوامون على النساء وبس وي صح الرجال قوامون على النساء باسكو المسيو جابك اليوم ودار لك كاميرا كاشا الله يحفظك يما بسم الله صحيح ربي يحفظك صح توفي من الافلام هاي لك بنتها اه يا خداعي هاي على بالها انت بك على بالك اه يا خداعي ما طلعتوا لي سخانه ماذا اه اتونسيون مزيان طلعت دونك مدام قولي لنا كيفاش حسيتي شو كي بدي مثلا نحكي الحكايه هذه انا صح بكيت مع انا بكيت صح باسكو صح بابا ربي يرحمه دونك صح كي جات سما جات سما كارن ايتام كارن ايتام ان شاء الله ان شاء الله دونك مدام احكي لنا كي بديت انا نحكي لي ديتاي تاع وسمو كيفاش كان شو صدمه هكذا اي وي انا كنت في البلاطو سمعت بعض البنت تقول لي شكون انت مدام علاش راكي هكا على قلت لها هذا راجلي شتي رجال شتي رجال شفتك عمي مصطفى اه وي يا 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 هادو راه ولادك حنا كاع ولادك الله يسلمك ربي يعيشكم شوفي هيك مدام عمي مصطفى هو اللي كان كومبليس معنا بنتك كانت كومبليس خدعتوني يا ها يحفظك مدام شوفي هيك قول لهم صح فطوركم صحة رمضانكم ورجو بالكم وي نشوفوا في رمضان ان شاء الله صحة فطوركم صحة رمضانكم وردوا بالكم وردوا بالكم شيخة حرام مش